تحية نضالية للجميع. أنا ما نكذبش عليكم، أنا اللي كيعز في خاطري واللي بقى فيا وهو الطابلو هذا وهذه الحالة هذه. زعما علاش؟ يعني بغيت نقول في المغرب، والمغرب كنعتزوا به، يعني العامل غيوصل لهذ الحالة هذه. هذ الحالة هذه أنا هي اللي مرضاتني وعقداتني في حياتي. أنا عامل كنت بذراعي وكنت بكرامتي وغنوصل لهذ الحالة. عيب وحشومة وعارف وفي أرض القانون وفي أرض المغرب، والمغرب ما شاء الله ما شاء الله مسموع في العالم، وكان نطيحوا في هذا الموقف هذا. والهضرة بزاف وخير الكلام ما أقل ودل. والله يهدي والله ينصر الملك، ورسالة لصاحب الجلالة يشوف هاد الناس هادو وعائلات راه بلا ما نهضروا عليهم. وهاد الحالة غانية اليوم هنا دابا حنا تقريبا منها 20 في شهر واحد جينا تلقينا الشركة مسدودة، ما عرفناش يعني ما شرحش لينا علاش. يعني حنا عندنا طرد تعسفي، حنا دابا هادشي كلشي اللي واقف عنده طرد تعسفي. حنا السيد خادمين معاه 40 عام 37 عام 38 عام، يعني الجديد عندنا عنده 20 عام، هذا اللي جديد عنده 20 عام. انا دخلت عندي 18 عام ولا 17 عام، يعني ملي دخلت ملي خرجت من الدراسه عندي من كثر ايام خدمت عنده 31 عام. ولادي بنتي عندها 28 عام. تلاحيت دابا حنا دابا كنطالبوا باستمراريه العمل، يعني كنطالبوا السيد، حنا ما طالبين منه والو. شنو هو السبب بدون سبب ما عرفناش. جينا خدمنا الاثنين، خدمنا الثلاث، الاربع، جينا لقينا الباب مسدود. يعني اللي كون غير تحاور معانا ولي يقول لنا، يعني حنا صبرنا معاه شحال من عام، يعني حنا كنا مضحين بالغالي والنفيس. هذه حنا كانت ماشي شركه ديال الباترون، هذه كنا كنحسبوها دارنا، لاننا كبرنا فيها وضحينا بالغالي والنفيس من اجلها، يعني تبنات على كتافنا، طلعت على كتافنا. شحال من عام تقريبا؟ انا عندي 31 عام. تقريبا اكثر من 300 عام، يعني اكثر من 300 عامل تقريبا. ما يقارب 400 عامل تقريبا. الناس 444 سنه والناس خدامين، كاين اللي خدام 42، كاين اللي 41، كاين اللي 40. يعني داك الجديد عنده 20 عام، داك اللي باقي جديد عندنا عنده 20 عام. السلام عليكم، تحيه نضاليه بالنسبه للمكتب النقابي اتحاد المغرب للشغل. هنا خير الكلام ما قل وما دل. حنا غنجيو من يعني نحطوا النقاط على حنا السيد هذا المشغل. حنا ماشي غنساو الخير ديالو، حنا ماشي منافقين ولا مجرمين حنا ناس بعقلهم ومؤطرين، وعندنا نقابه الحمد لله مؤطرانا وكذا. حنا السيد كنحترمه وكنقدروه، والله يطولنا، الله يشافي لنا. حنا كنحترموه، ماشي كنحترموه، حنا كنحترموه، حاطين واحد المرتبه عاليه وما خلينا ما درنا معاه. فرشنا له الورد، قلنا له يا سيدي كاين ازمه عالميه، ازمه اقتصاديه، شي ديال كورونا وكوفيد وهذا، مرحبا. من شهر جوج كان جات كورونا، جلسنا سيدنا الله ينصروا لينا، الله يشافينا، الله يطول العمر ديالو، تخلصنا عطانا 2000 درهم، الله ينصروا لينا. من شهر حنا جالسين، دخلنا في شهر سبعة دخل الشركة كورونا، جلسونا عاوتاني، يعني غادي داكشي غادي تسلسلي، ما تنفسناش. دخلنا من وراء كوفيد، الشركة سدات، دخلنا من وراء كوفيد، كنتفاجئوا كاين الكونجي، غتاخذوا الكونجي، قلنا ماشي مشكل، حنا نضحيو مع الشركة كما حنا ديما العمال ديما مضحين، هذه هي الحلقة الخاسرة. كما كان احنا ديما حق الخاسر، ماشي مشكل نصبروا، نزيدوا نضحوا، كاين ازمه كذا هذه ماشي مشكل، سرطناها، قلنا ماشي مشكل نتعاونوا مع توا السيد كذا، مشينا جلسنا كونجي، دخلنا من الكونجي كنتفاجئوا بان كاين سوء نيه. اشنو هو؟ لقينا الباب مسدود عباد الله. رغم ذلك درنا اجراءات قانونيه، جبنا عون قضائي، احنا راه ماشي عندنا نقابه مؤطرين الحمد لله واعين، جبنا عون قضائي، مفوض قضائي، درنا المسائل القانونيه ديالنا. ورغم ذلك هذا الباترون ما نسيناش الخير ديالو، قلنا الباترون ديالنا خدم معاه 20، انا 24 عام، كاين 44 عام، قلنا بلا ما نخرج مع اللعيب حشومه، نريحوا مع الطابله وكذا. الحوار دخلنا مع الحوار، رغم انه كاين بعض المشاكل اخرى عالقه اللي كيجهلها المجتمع ديالنا حنايا والطبقه العامله والشغيله. ما هي؟ هو ان الشركه، هو هذا الباترون، هذا الباترون سيدي كان عنده خمسه شركات، جد الاولى، ثانيه، ثالثة، الرابعة، هذوك الناس اللي مشاو بحالاتهم الله يسهل عليهم، كل واحد فين مشى، الناس اللي بقاو جاو خدموا معانا، يعني جمع كلشي هنا، وفي الآخر دار له الطن. هذا هو خلاصة الحوار، داكشي اللي كنا كنقولوا ليه
احنا وصلنا ليه يعني جاب مع كل شيء هنايا وطر. رغم ذلك عاوتاني انضيف رغم ذلك عاوتاني ريحنا مع الحوار عندنا نقابه كتاثرنا الحمد لله وكذا وعايشين اللحظه ديال بالنسبه للمجتمع ديالنا والمجتمع العالمي والسياسه وكذا وشي ديال الازمه الاقتصاديه وهذا ريحنا مع الطابله دخلنا مع الحوارات كنتراضاو معاه في شي كنتراضاو معاه يعني ماشي بداكشي اللي باغيين حنا احنا متنازلين رغم ذلك احنا متنازلين كنضحيو ماشي مشكل في الاخر كنوصلوا تار كنبغيو كيقول لك شي ما كاين والو طبعا حتى غتخرج الشارع صافي ملي قال ملي كتسد اخذنا الشارع واش الشيء اللي كاين كنتمنوا والله الرساله توصل سيدنا الله ينصرنا جينا من السي جي سي وكنا بخير على خير المهم كنا خدامين حتى حاجه ما خاصانا المهم في اخر المطاف جينا بنا ندخلوا نخدموا لقينا الباب تسد علينا حق جميع هاد العمال 400 عامل في اخر انا بعدا اصلا ما كنقدر تنزيد على رجليا كاع الناس كيتعاطفوا في عين زعما ما نخرجش اضعف الايمان انني ما كنقدرش نفوت خوتي انا دابا حنا كنطالبوا اجير ديال المسؤول ديالنا يدير معنا شي حل في اقرب وقت لاننا كنا مرض كنا عندنا مرض مزمن كنا الناس اللي عندو الكره اللي عندو التريتا كل الناس كاع كتعاني معاناه صبرنا اللي قالوا لنا كنديروا اي حل داروا معنا هاد التذكار كنديروه يعني دخلوا قالنا خدموا خدمنا ولكن حتى حاجه هذوك الوعود حتى حاجه ما دارت لينا فيها اي حاجه مطالب ديالنا حتى حاجه ما تحققت لينا دابا كنطالبوا من بعد الله ومسؤول يدير معنا شي حل في اقرب وقت لاننا انتظرنا ما فيه الكفايه والله يجازيه بخير وكنظلوا تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.